شاء الله. البوابات، شوف البوابات شلون، ها روعة. شوف قلع، قلع صور شلون، ما شاء الله. ربيان عماني. أوب أوب أوب. وإن شاء الله الصيد. أيوة. إن شاء الله الصيد يكون على كيف كيف. شوف شوف، تعال تعال شوف شلون. كيف هذا حطه؟ حط اليم، نسميه إحنا اليم، ناس يسمونه الطعم، ناس يسمونه الربيان. مع القشر عشان السمك ما يبهدله الربيانة. شوف شلون. أي نعم. شوف شلون. ها. ها. يا سلام عليك. شوفه. شلون؟ سمك ياكل ربيان بعد شوي. ها؟ شوف شلون؟ شوف شوف القطة. يا سلام على ناخذه ناخذه. صباح الخير يا وجوه الخير. ما شاء الله. ما شاء الله. خيمتنا ولا ان شاء الله وازع عليكم خيمون تحت الحصى هذا. صباح الخير. النور. ما شاء الله عليك، شو هالنشاط. ايه. ها الطبيعة. ها شو سبحان الله، فرقة يوم بالليل تي يوم الصبح. إبراهيم في الليل يوم يمتى في الليل قال شياي بنا هني، أنا ما أقدر أقعد هني، لكن يوم قام الصبح شاف المنظر، شاف الحصى هذا شلون، ما شاء الله. أبو خليل، عرف الحصى ليش كذي مستوي؟ الأشكال هاي بالأشكال الجميلة البيضاوية كذي، ها؟ هاي يقول لك من قوة الموي، من قوة الموي مش تحركه بعد، بس لا، من قوة الموي يتضارب الحصى مع بعض، يضرب الحصى يضرب مع بعض وينصقل بالشكل هذا يصير. أيوة. شوف حتى يقول لك قوة الموية هني شو تسوي؟ تضرب اليبل هذا، شوف الحد هذا، تضرب الحد هذا وينصقل الحصى هذا. شوف هذا الحصى هو اللي صقل الشكل هذا، شوف شلون صقل الشكل هذا، ما شاء الله. أكيد شمسنا بينت. الله، هني البحر في هالطبيعة الحلوة هذه. يا سلام. بحر شو اسمه؟ طيوي. شاطئ طيوي. شاطئ طيوي. ما شاء الله، شوف الشاطئ هناك، الصومعات بعد موجودة ما شاء الله. يلا تعال تعال خلنا نستمتع أنا وياك في البحر الزين.
وينك يا سلوم؟ سلوم عبد الله هاي الاسترتاع، هذا الاسترتاع الحقيقي. ها؟ الاسترتاع. يس. ما شاء الله عليه أبو خليل. هذا الشاطئ. كان حلو جميل جدا جدا جدا. عبد الله وين ابو عبد الله؟ هني المتعة، هني المتعة. يلا يلا صباح الظهر. ايه والله عليك اجواء صراع بحر بعد دافي بعد دافي بعد ما ها بعد مول بعد لا تقولون برد. لا 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 درجة الحرارة في الليل 24 هنا 27 الظهر توصل 30. نعم معناته هذا الوقت المناسب اللي اخترناه حق هالوقت وحق الوديان. نعم نعم. والحين وين الانطلاقه؟ وادي شاب. تحياتي، لا تنسونا بالسبسكرايبر. ايوه. بالفولو. ايوه. بالكومنت. ايوه. وتحياتي لكم. يعطيك العافيه. ما شاء الله. بس هونت 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 ما ركبوا على السيارة. شمطوا السيارة ريحتك. هذا الشاطئ وادي الشاب، شاليهات وادي الشاب. هذا ما شاء الله شوف المكان شلون. شارع قار يسمون الشارع الصبية علشان نوعيته ما يزحلق. طريق هذا، هذا وادي الشاب، هذا وادي الشاب. نروح نتريق ان شاء الله عقب الريوق بني حقه. وادي الشاب الزين هذا موجودين الانجليز جاهزين الهايكين. ها ديك الريقك ابو خليل هالريوق الزين. هذه منطقة وادي الشاب السكيك. يعني عندك وعي بقضايا البيئة. ها مضبوط انت نمبر 1. ها برجي مضبوط هذا. ها يا سلام بطل جبن يا تشكل عليك بالعسل. يا سلام شاي. يا سلام شاي كرك. عسل ويانا طبعا فضي مغرشة وحاطين عسل مش الشفاء عسلنا وجبنا ويانا. يلا بالعافية علينا وتحياتي لكم.
يا سلام، بعد البراته مالهم غير نمونه. خي يعطينا طاقه حق وادي الشاب. ما شاء الله عجبني المطعم وايد، فانصحكم فيه اللي بيجي يرقد على البحر هني. ندش لكم ان شاء الله نرويكم داخل. وصيت على بيض برجي ناشف فسوالي على كيف كيفكم. ها محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام. ما شاء الله شغل مضبوط. ها ما شاء الله. ها هذا شباتي. ها براتا ما في اويل. ها ما شاء الله. يا سلام يا سلام. هاي شنو دال؟ دال. ها مشكور محمد، شكرا. يا ستانلس ستيل المطبخ ما شاء الله. هذا البطل الصامت خيله، وساعه ثنتين من الليل ثلاثيه عندنا شيء كربك 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 كربك. قلنا شنو هذا؟ طلع هذا اسود هناك اللي جانا. ها شكه هاي ماشي بالدرب. هاي منطقه وهالي بان ما شاء الله. كنا راقدين هنا على البحر قريب تريقنا، وهذه دخلتنا لوادي الشاب. ما شاء الله موجودين الأجانب. ها من الصبح موجودين.